من المتابعين، أهلا ومرحبا بكم. ندعوكم إلى الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. دعت النهضة اليوم النيابة العمومية للتحقيق في تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول وجود مخطط لاغتياله ولإنارة الرأي العام باعتبار ذلك ملفا يستهدف أمن البلاد وأمن رئيس الجمهورية. ونقلت إذاعة موزايك عن فتح العياد المتحدث باسم الحركة تصريحه أن النهضة منشغلة بما جاء على لسان رئيس الجمهورية حول المؤامرات والتخطيط لاغتياله. من جهة أخرى، أكد العيادي في تدوينة نشرها اليوم على صفحته بفيسبوك أن النيابة العمومية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى للتحقيق في كلام رئيس الجمهورية حفاظا على سلامة الرئيس ونر للرأي العام بحقيقة الأوضاع وحماية لتونس من الانزلاق نحو توظيف مثل هذه الاتهامات لفتح باب الاستبداد واعتمادها ذريعة لاتخاذ إجراءات ضد الحريات العامة والخاصة وضد حقوق التونسيين عموما. وأضاف أن هذه الخارطة يجب أن تنص على رفع القرارات الاستثنائية وعودة البرلمان وتشكيل حكومة، ولما لا إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. شكرا للمتابعة، لا تنسوا تعليقاتكم وإلى اللقاء.